هاي جايز، انا جيان فلوجز. انا تيتا جانيت. هوايتي تصوير فيديوهات مع مثل ما عم تشوفوا تيتا جانيت. ايش تجي تقول شو عم بدي اكل؟ هيك عم بتمنيك عليكي. لا لا تتمني، تروح تتمنيك على امك. لازم نسكفي على صبيعي. ليش عينك واننا؟ شو؟ تيزك؟ تيتا جانيت عمرها 84 سنة، بس هي إساها صبية. يعني إذا بتشوفوها بتقولوا عمرها قد إيه؟ 25؟ 14. 14؟ لأنهم حبوني يا بابا. ليش حبوكي؟ أقولك لأنه كبيرة بالعمر ولا لأنه أنت مهضومة؟ أنا مهضومة. واجهنا شوية مشاكل من العائلة، من اللي حوالينا، إنه لا ما لازم تعملوا فيديوهات ستة كبيرة بالعمر، بس لا ستي طلعت إنه أهضم من إنه توقف وما تعد كفي فيديوهات. ما بحياتي كنت وقفه. تيتا جانيت عمرها 84 سنة واسم الله عليها تتصور وبتتصرف بنفسية حدا قد ايه عمره؟ 20 سنة. يلي عنده حلم او بيحب يصور فيديوهات، ما تخلي حدا وقفك، لانه سر نجاحك انك انت تاخذ الديسيجن المزبوطه وانك انت تصور اشياء انت عن جد بتحبها من قلبك.